يروى أن عيسى عليه السلام كان معه رجل من اليهود، وكان مع اليهود 3 أغرفة من الخبز، فلما أراد أن يتناول الطعام وجدها عيسى عليه السلام 2، فسألوا عيسى عليه السلام قال أين الرغيف الثالث؟ فقال اليهودي والله ما كان إلا 2 فقط. فلم يعلق عيسى عليه السلام وسار هو واليهودي، فأتى يا رجلا أعمى، فوضع عيسى عليه السلام يده على عين الأعمى فدعا الله أن يشفيه وأن يرد له بصره، فرد الله عز وجل له بصره. فقال اليهودي متعجبا سبحان الله، فقال عيسى عليه السلام بحق من شفى هذا الأعمى ورد له بصره، أين الرغيف الثالث؟ فقال له اليهودي والله ما كان إلا 2. فمشى عيسى عليه السلام واليهودي معه إلى أن وصل إلى نهر كبير، فقال اليهودي كيف سنعبره؟ فقال عيسى عليه السلام قل بسم الله واتبعني، فسار على الماء. فقال اليهودي متعجبا سبحان الله، فقال عيسى عليه السلام بحق من سيرنا على الماء، أين الرغيف الثالث؟ فقال اليهودي والله ما كان إلا 2. فأخذ عيسى عليه السلام 3 أكوام من التراب فدعا الله أن يحولها ذهبا فتحولت ذهب. فقال اليهودي متعجبا سبحان الله، فقال لمن هذه كلها؟ فقال عيسى عليه السلام القطعة هذه لك والثانية لي، وسكت قليلا. فقال اليهودي والثالث؟ فقال والقطعة الثالثة لمن أكل الرغيف الثالث. فرد اليهودي بسرعة أنا الذي أكلته. فقال عيسى عليه السلام خذها كلها. فمضى عيسى عليه السلام وتركه غارقا في حب الدنيا. فما لبث اليهودي إلا دقائق قليلة إلا وجاءوا 3 فرسان، فلما رأوا الذهب ترجلوا وقتلوا الرجل اليهودي وأخذوا الذهب. فلما أخذوا الذهب بدأ الشيطان يلعب بهم جميعا، فدنا أحدهم على أحد صاحبيه قائلا له لما لا نأخذ أنا وأنت الأكوام 3 بدلا من أن نوزعها على 3. فقال له صاحبه فكرة رائعة. فنادوا الثالث فقالوا له ممكن أن تشتري لنا طعاما قبل أن ننطلق؟ فوافق الثالث، وهو في الطريق حدثته نفسه فقال لما لا أضع السم على طعامهم؟ فعجبته الفكرة فوضع السم وذهب إليهم وهو لا يعلم كيد صاحبيه له. فلما رجع لهم طعنوه بطعنات على جسده ومات، فجلسوا وأكلوا الطعام المسموم فماتوا 3. وعندما رجع نبي الله عيسى عليه السلام وجد 4 جثث ملقاة على الأرض ووجد الذهب وحده. فقال عيسى عليه السلام هكذا تفعل الدنيا بأهلها، فاعبروها ولا تعمروها، فهل من معتبر؟ هذا هو درس عيسى عليه السلام.